من دون أن يكشف عن هويته. هذا هو يعني مصيبة، هذا مصيبة الواقع الدبلوماسي الجزائري. شوفوا وصلت الأمور، يعني في ظل هذا الوضع البائس العالمي البائس ما بعد كورونا وهذه الفيروسات والحروب الفيروسية والحروب الأخرى الناعمة والحروب العسكرية أصلا تمثل في الغزو، معناها أنواع الحروب الآن كاينة في كل العالم، وكاين حروب أهلية وحروب إقليمية وصراعات وإرهاب وجماعات وتنظيمات. العالم يطبخ، لأن هذه كلها مؤشرات على أن العالم يتجه نحو تغيير في جغرافيته وديمغرافيته. هذه الحقيقة. شوف في ظل هذا الواقع الجزائر بدل أنها تكون دولة لديها مواقف، شوف الدولة الضعيفة عندما يتعارك الكبار تحاول تختفي ما تعبرش عن موقف، هذه الدولة الضعيفة الهش. روحوا لوحدة التصريح لعبد المجيد تبون وهو في تركيا، خلينا نسمعوه وبعد ذلك نقدر نأخذ ملامح عن مشهد هذا المشهد الدبلوماسي البائس في الجزائر. اسمعوا. هي عدم الانحياز ما تخلوش عليها، روسيا أصدقاء والولايات المتحدة أصدقاء وكل العالم ما عدا اللي عندنا مشكل معاه على بال فلسطين، خلينا كل أصدقاء أمريكا أصدقاء، روسيا أصدقاء، ما عدا اللي ما هو ما عدا إسرائيل ما عندناش معها أصدقاء، ما عندناش أصدقاء بسبب فلسطين، هذا فقط. والمغرب أصدقاء، المغرب ما خليتوش، ما قلتوا حتى في المغرب شعبا ودولة، ما عندنا حتى، وما نتخلوش على عدم الانحياز. يا تبون رانا مشنا في زمن الثنائية القطبية، قضية عدم الانحياز هذا المشروع راه انتهى من زمان، قاعدة غير الأنظمة البائسة التي تتخبط هي متمسكة بهذا الفكر. الآن راي ما كانش تعدد الأقطاب، كان قطب واحد، أمريكا هي اللي تحكم في العالم، هي القوة العظمى، وانت جاي تقول بأنه نحن عدم الانحياز بين من ومن؟ بهذا الكلام حب تقول بأنه رجعنا إلى عهد الثنائية القطبية، معناها أن أمريكا ما بقاتش هي القوة العظمى الوحيدة، معناها روسيا راهي صارت قوة عظمى. هذا هو الكلام اللي يقول فيه تبو، وما عندها حتى مشكلة. خلينا نكملوا. يبغي يحاسبنا واحد يتفضل يحاسب، حاول بقدر الاستطاعة باش نعاود نحيي بقوة حركة عدم الانحياز. شايف العالم وراه ماشي، مهما كان عدد الأقطاب احنا على مسافة واحدة عليهم كل، مصالحنا التجارية ماشية معهم كل، ولكن المصلحة السياسية والاستقرار شوفوا مصالحنا قبل كل شيء، مصالح الشعب الجزائري بالقيمة. كلام خشبي لا قيمة له، مهما كان تعدد الأقطاب ما وليش ثنائية قطبية. الآن على حسب هذا رانا نعاود نحيو عدم الانحياز مهما كانت تعدد الأقطاب، وراه في الأخر يقول ندور على مصالحنا مصالح الشعب الجزائري. بهذه الطريقة كيفاش ندور على مصالح الشعب الجزائري؟ تماما والله العظيم، يعني شيء يعني يهبل. يعني أي واحد فيه شوي وعي لما يجري في العالم يشوف هذا الكلام خزعبلات لا قيمة لها. نحيي عدم الانحياز هذا مشروع تبون. الناس الآن تدور على مصالحها. شوف تركيا، تركيا منذ أيام اللي كان عندهم تبون مع أمريكا داروا موقف فيما يخص مصالحهم، فيما جات هذيك فنلندا والسويد حابين يضموا الحلف الناتو وقفت لهم في الطريق، وهدفها هي مصالحها فيما يخص ما يسمى ما تسميه تركيا الكيان الموازي اللي تتهموا بالإرهاب وكذا، والجماعات هذيك اللي كانت تحاول تقبل خطة الانقلاب تحوس على مصالحها، ومع الروس تحوس على، ومع روسيا قالت لن نتخلى عن الغاز الروسي، مع كل الجهات تبحث عن مصالحها. ما جيتش تحكي على عدم الانحياز، هذه بضاعة مزجات يا عبد المجيد تبون، ما عادتش تؤتي أكلها. الأساس الآن أنك تبحث عن مصالح البلد، مصالح الجزائر. هو قال ما يهمنا إلا مصالح الجزائرية، وندورت على مصالح الجزائر. حاب ترجع لي تحيي لي حكاية السبعينات وقبل هذيك اللي بعد نتاع عدم الانحياز، يعني أيام الاتحاد السوفيتي. شو المنطق هذا؟
والله العظيم أنا صراحة ممكن لو نروح نشوفوا حاجة نتاع كرمكم الله أي مخلوقات أخرى باش نفقه حياتهم ممكن نفهموا شوي دبلوماسية إلا الجزائر. يعني الآخر وزير الخارجية يرد على شيء ما هوش موجود هو يرد عليه وبذلك أعطاه الوجود. الوساطة مبادرات الوساطة موجودة، ما داعي لتكذب، لا تكذب. كل الدول العربية اللي التقاهم اللي مشالهم قالوا له نحن مستعدين، ولكن هم حسوا بالحرج الكبير أنهم لازم يكون وسيط. يجي هذا كما دارت الكويت تروح القطر، هاي المشكلة متعاون مشت لهم الجميع وكل واحد تقول له هات واش عندك. هذه الوساطة، الجزائر خايفة من الوساطة حتى لا تنفضح وتنكشف نواياها، ولذلك فضلت أنها تغلق الأبواب وترفع من هذه الأمور وترفع من هذا شيء، لأنهم خسرين والو. العمامرة راهو عايش خمس نجوم وولاده راهم في الخارج، كشنقريحة كيف كيف عايش خمس نجوم، بنته راهي في سويسرا وولده راهو في باريس، تبون ولاده راهم في نعيم. شكون اللي مضرين؟ ولاد الشعب بالأزمات الاقتصادية، الأزمات الاجتماعية، الدينار الدهور، الوضع الاقتصادي الجزائر الدهور بسبب علاقاتها السيئة مع كثير من الدول، وما تحوسش على مصالحها، تهريب المال وما إلى ذلك من هذه الكوارث. ما تدوروش على مصالحهم، لأنهم ما يدوروش على مصالح البلد. لو كانوا يجوا يدوروا على مصالح البلد تحكي ليش على عدم الانحياز؟ مع الروس نحوس على مصالحي اللي ممكن نضمنها مع الروس، والحوايج الأخرى اللي نضمنها مع أوروبا، والغاز ما يسالني حتى واحد. خي بيع الغاز قضية سيادية، وانتم تحكوا دائما على السيادة، وعلاش ما تبيعش الغاز أكثر وتزيد تستغل هذه الفرصة باش تحقق صفقات وتدير عقود طويلة المدى، وهذه العقود هذه تستفيد منها الجزائر، هكذا تحوس على مصالح. أما أنك تكون رهينة عند الروس بسبب العسكر، لأن البلد يحكم فيها العسكر، ولذلك الجزائر مرهونة مع الروس لأن العسكر كل شيء تاعهم مع الروس. لو كان البلد تحكمها مؤسسات وعندها قوانين وعندها أشياء هذه وعندها مؤسسات شعبية بمعنى الكلمة، في هذه الحالة لن تكون رهينة لا عند الروس ولا عند الأمريكان ولا عند الغرب. البلد تكون رهينة فقط لمصالحها حيثما تكون مصالحها تفتش عليها، والبلد ليس من مصالحها أنها تكون في صراعات مع جيرانها. هذا رو شوف صراعك مع المغرب تعرف وش يكلفك، خسرت أنبوب الغاز بالمليارات، أوكي هذه نقطة. النقطة الثانية كلفك أنك تصرف أموال طائلة من أجل أمن الحدود، يعني كي تكون علاقتك جيدة مع دولة أخرى هنا يقل العبء على الجيش في حماية الحدود، لأن بلد آمنة يعني راح نقسموها شوية عليها وشوية عليها من أجل الأمن ومن أجل محاربة التهريب وما إلى ذلك وخلاص. أنت حدودك مع المغرب في كارثة، الجزء الأخر اللي مع الصحراويين راهي في كارثة، وهبت من ثم المنطقة الساحل والصحراء في كارثة، ليبيا في كارثة، تونس هاي في أزمة كبيرة، البحر الأبيض المتوسط حركة والهجرة غير الشرعية، توشيها حولت البلاد معزولة معزولة في وسط نيران، وجيت تحكي لي على عدم الانحياز وتحكي لي على عدم الانحياز. لذلك إخواني الكرام أنه ما ورد باختصار شديد، ما ورد على لسان العمامرة هو تأكيد مما لا يدع مجال للشك على أن مبادرات الوساطة موجودة، وهناك تناقضات ما بين ما صرح به عمار بلان تحتها ابن دوني أن يذكر اسمه إلى جريدة الشروق على حسب هذه الألفاظ اللي يستعملها هو الأرجح عندي هو عمار بلان، لنفرض حتى ليكون ماهوش عمار بلان نفرض أنه شخص واحد آخر، يبقى أنه مصدر دبلوماسي رسمي، هذا كان مصدر دبلوماسي رسمي أوحى واعترف بأنه كانت مبادرات من قبل، وهذا كذب عبد المجيد تبون قال ما كانش وساطة وما قبلنا حتى وساطة، حتى تبون قبل قال ما كانش وساطة وما قبلنا حتى وساطة، ومعناها كاين اللي جا قال لكم الوساطة. يعني والله واحد الهبل. شوف نقولها لكم أنه هذا الشيء راه يدل على أن الجزائر محتاجة إلى وساطة، وبهذه يعني لو كان ما تكلم عليها وزير الخارجية تبقى دائما حديث مواقع وحديث صحف وخلاص وحديث وسائل الإعلام وينتهي ويروح، لكن لما تكلم عليها أعطالها زخم واحد آخر لما تجي من عند وزير الخارجية وتجي من عند مصدر دبلوماسي آخر. إذن الجزائر الآن تريد تقول
كأنهم يستنوا في الفرصة فقط هذه الأخبار تجي باش يقولوا ها ما كانش وساطة تشجع الدول الأخرى باش تحرك من أجل الوساطة. وإذا كنت أصلا ما كانش المبادرات هذه، المبادرات هي موجودة وحاول، ما زلت ما ارتقتش إلى مستوى الوساطة. الجزائر تتهرب، أنا قلت لكم السبب الحقيقي، أنها لا تملك ما يدين المغرب. هذا هو، لو كانت تملك ما يدين المغرب لعرت المغرب، لأن النظام الجزائري لا يكره شيء في الوجود، رقم واحد نتاعه هو المغرب، ويسموه ما يقولوا المخزن المغرب، رقم واحد عنده، حتى إسرائيل راهي رقم اثنين. هاني نقولها، ما يكره حد، كيف هذا؟ ولذلك كره للمغرب والنظام المغربي هو اللي أداه يرمي في كل ثقله في القضية الصحراوية، ليس حبا في الصحراويين بل نكاية في المغرب. هذه هي الحقيقة بالمختصر المفيد، ومن يقول غير ذلك فهو واهم. أنا هنا لست أدافع عن المغرب يا جماعة، المغرب قال لكم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم. وكلما يخرج إعلاميين إلا يزيدوا يبينوا على أننا لا نملك نظام ولا نملك مؤسسات ولا نملك شيء يمكن أن يعتمد به. أنا شخصيا لا أصدق العمامة، ولا يمكن أن أصدق شيء يأتي من النظام الجزائري، لأنني بحكم معرفتي لهذا النظام لم أرى نظام كذاب مثل النظام الجزائري. إذا كان مساجين رأي موجودين في السجون تبون يجي يقول ما كانش مساجين رأي، هيا بالله عليكم، يمكن بعد ذلك من كذب في شيء فهو كذاب، ومن ثبت عليه الكذب في حاجة لا يمكن أن يصدق في أشياء أخرى حتى لو أقسم اليمين المغلق. من الخطأ الدبلوماسي الكبير أن تتحدث عن وساط أن خصومة للأبد، فالخصومة للأبد لا يمكن أن تخدم البلد، هذه هي بالمختصر المفيد، ولا يمكن أن تعطي قيمة للجزائر. أنتم الآن رايحين القمة العربية، والقمة العربية هذه دول، أنا نقولها لكم معلوماتي تقول أن هناك دول تؤكد على أنه في حال مع عدم حضور المغرب رايح يكون التمثيل، هي قد تشارك ولكن بتمثيل من درجة ثانية أو درجة ثالثة أو أكثر من هذا. هذه هي الحقيقة. أنت الآن تقول راح ندير قمة جامعة، قمة شاملة، قمة للعمل العربي المشترك، وأنت الآن غالق الأبواب في وجوه العرب على أن هناك أزمة وباش يتوسطوا له. روا شوف، زوج جيران كيتعاربوا وجوج ناس أخرين عندهم باش يصلحوا ما بيناتهم، راهو الكريم الذي يفتح بيته ويستعد للمصالحة، والنذل هو الذي يطرد هؤلاء الناس ويرفض المصالحة ويرفضها، لكن الكريم يفتح ويقول لك أخويا نحن ما عندنا مشكل، ولكن معليش تفضلوا وانتم ليكم قدر. أو مش قدر النظام الجزائري لما يقول ما كانش وساطة وما نقبل حتى وساطة، راهو مش هكذا تهين في المغرب، راك ما تهينش في المغرب هنا، راك تهين في هؤلاء اللي جوك واللي جوك وكلموك وأبدوا استعدادهم، أنت تهينهم في حين المغرب يفتح الأحضان ويزيد يكسب ودهم أكثر. ولا شيء في ثقافة الخليجية مثل أنك عندما تكون في مشكلة ويجيك يحاول أنه يلعب دور وترد بهذه الطريقة، سيء جدا في ثقافتهم وعادتهم وفقههم القبلي في المتوارث كثيرا في هذه المناطق. والناس اللي يعرفوا السعودية ويعرفوا دول الخليج يدركون هذا الكلام. الأزمة، أي أزمة، ما يجب أن تفكر لي في المستقبل. أوكي، أنت تقول لي راني بلد ديمقراطي، وأنت الآن تقول حتى غدوة ما كانش وساطة، شكون اللي قال لك راك غدوة راح تكون أنت هو وزير الخارجية ولا النظام هذا يقعد؟ يا أخي هذه بلد ديمقراطي، كل 5 سنين كاين انتخابات، هي كي تجي الانتخابات الجاية وانتم تقولوا رانا ديمقراطيين وتكون انتخابات نازيها ويطلع رئيس واحد اخر يقول لك يطلع نهار الاول قرار اعادة العلاقات مع المغرب. انت تتكلم عن المرحلة اللي انت فيها وزير خارجية وانت فيها مسؤول،